ثانية واحدة يا جماعة، فين التشكيل؟ أيوه أنا آسف. محمود جد عمل ماتش كبير جدا، وأنا بحب محمود جد قوي. ومرة قابلته قلت له أوعى تغير شخصيتك، خليك زي ما أنت، عندك جرأة وعندك كاركتر. محمود جد أنا هحط محمود علاء والونش. زملكاوي زملكاوي؟ لا مش زملكاوي، لا أما الزمالك يكسب الأهلي ثلاثة لازم أديله حقه. أحمد أيمن عمل ماتش كبير جدا، ماتش الإسماعيلي والحرس، واحد من الباكات اللي أنا بحبها من أبناء النادي الإسماعيلي وبيعرف يلعب باك ليفت كمان. عبد الشافي عمل ماتش كبير جدا دفاعيا وهجوميا جدا، وبنتمنى له السلامة. لا جاب كمان، لب جاب جاب جاب, جاب كرة من على خط الجول، تعادل تعادل يعني، لا ما كانش تعادل ده كان كمان الأهلي هيتقدم. لا هيتقدم. أدي دول الأربعة اللي عندنا اللي ورا. ساسي عمل ماتش كبير جدا، اتقطع منه كورتين بس. ولعيب كبير دايما تحس ان هو عنده وقت على الكوره. عماد حمدي عمل ماتش كويس جدا، ماتش الاسماعيلي والحرس. عماد انا وقعت معاه، كان سنتر باك على فكره في المنصوره، وجبته ب 500000 جنيه. 500000 جنيه بس؟ او 600000 جنيه تقريبا. ده انا بتاع الحاجات دي خلي بالك. لا بس بصراحه كانت اللجنه الفنيه اللي موجوده في الاسماعيلي برده كانت كان ليها دور كبير. ولو في ضمه. ولو كنت جبت قفشه كمان، لان انت كنت حكيت لي كنت هجيب قفشه. بن شرقي بتفق معاك. بن شرقي لعب ماتش كبير وعمل تو اسيستس وبيدافع وورك ريت عالي. هو انت عرفت ازاي ان بن شرقي هيتألق في ماتش الاهلي؟ عشان انت قلت لي قبل الماتش. لا لا لا، في بص في لعيبه قبل الماتشات الكبيره زي ما انا النهارده شفتها كده بيها على مروان. انا كنت لسه اسالك. شفت انا بقى راجل، انا في حاجه كده بيني وبين ربنا. لعيبه كبيره بس. الاذكار اللي بقراها ليه وحد النهارده حد النهارده يقول ان مروان محسن يعني انا قايلها في الاعلان على الاستوديو. الكوره سكريبتد. ها؟ لا يا بس في واحد عنده الشجاعه ان هو يقولها، واحد بيقول لك لا لو قلتها الناس هتضحك عليا. انا بضرب. ابراهيم حسن بتفق معاك في ابراهيم. عمل ماتش كويس جدا وجاب جونين حلوين، الجون الثاني حلو قوي قوي قوي، حطها بوش رجله حلو قوي. ومعاه كريم طارق، افكارنا يعني متشابهه والله ما اتفقنا يا جماعه خالص والله يا جماعه. بس انا خلي بالكم عايز اقول لكم، كان جالي فتره كبيره جدا ما كنتش بتفرج على الدوري المصري خالص. فتره رجعت دلوقتي اتفرج على ماتشات كتيره جدا بحكم العمل. السيزون ده السيزون ده كنت بتفرج على ماتشات الزمالك بس. لان انا انت عارف انا كنت على طول في البحر، انا على طول بصطاد وعلى طول في البحر. اوضه اللبس رجعني تاني للقاهره. وحته ان احنا بنعمل الديبيت مع بعض، عايز ان انا اكون يعني عايز اشتغلت. تكسبني انسى. عايز اكسب. احط مصطفى، احط لا احط مروان محسن. تصدق على مصطفى محمد؟ لان مروان محتاج دعمنا. مروان انت مش من دعمين، انت محتاج اصوات الاهلاويه. لا والله لا والله والله العظيم لا والله مش موضوع اصوات. لا انا مروان زعلان منه. زعلان منه لان هو زعلان عليه وزعلان منه، زعلان منه ان هو ادى فرصه ان هو يبين للناس ان هو بيسمع كل حاجه. مهم جدا ان انت تبين للناس ان انت قوي، ان انت ما بتسمعش حاجه، وان انا بتقبل النقد لكن انا هوريكم ان انا احسن. زي ما هو عمل النهارده، انا هوريكم ان انا احسن مهاجم وان انا اشتغل. هي دي لعيبه الكوره. الكوره ما ينفعش تاخد منها الحلو بس، الكوره فيها الحلو والوحش. تاني الكوره فيها الحلو والوحش. الحلو ان انت نجم وكل الناس بتجري وراك وان انت معاك فلوس والشهره وكل حاجه. الوحش بتاعها ان انت لما بتلعب في نادي كبير هتتعرض لانتقادات. ازاي اتعامل مع انتقادات؟ ان انا راجل وشي في الارض، اشتغل قطن في وداني، اموت نفسي وانا واقف على رجلي ارد على الناس. هي دي الكوره.